انترستيلر. اوه نسيت انترستيلر. انترستيلر من الافلام المفضله. انترستيلر ياخذك في قصه ملحميه، خصوصا انك انت قاعد تعيش مع هاي الشخصيه وتشوف تغيير الوقت، تشوف الاشياء اللي قاعد تصير شلون. كريستوفر نولان كمخرج يعني صراحه راح تشوفون ذاكرين اكثر من فيلم حقه في هاي القائمه. اكيد بعدين تكلمنا عن سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس. بعدها خلينا نتكلم عن فيلم توي ستوري. أكيد توي ستوري لازم. حلو توي ستوري. توي ستوري يعني أكيد وودي وباز. وودي وباز ولازم تشوفوه بالعربي. بالعربي صراحة شيء ثاني. أكيد الدبلجة بتكون يعني إلها بعد آخر من الكوميديا ومن ال أحمد بدير يحيى الفخراني يا سلام. تحس إنك قاعد تشوف الفيلم أصلا، كل ما أشوف الفيلم باللغة الإنجليش يعني وأشوفه بالعربي أحس إنه فرق كبير. طبعاً هاي الفيلم يتفوق بالدبلجة على الفيلم الأصلي بالنسبة لي، مع أن توم هانكس يعني عندنا إياه في توي ستوري، لكن ستيل الاثنين سواء عربي أو إنجليزي الصراحة الاثنين رائعين صراحة.